بعد السقوط ديال المكتب اللي بعد واحد 10 ديال الاستقالات، فبطبيعه الحال كيسقط هذا المكتب، فبالتالي انا ما بقيتش رئيس ديال الحسينيه تكادير، وفي نفس الوقت كنسحب من شركه ديال الحسنيه، فبالتالي كنتاسف على ما وصل اليه فريق حسينيه تكادير، وكنتمنى للحسنيه التوفيق ان شاء الله في الايام المقبله. شكرا. اذا هذا هو القانون، والقانون تم تفعيله في الجمع العام لحسنيه اكادير اليوم امام استقاله جماعيه ديال اعضاء المكتب المديري، وبالتالي استحاله التداول بصفه قانونيه. احنا اليوم غير باش نرجع كنقول، احنا في الجمع العام ديال الجمعيه وليس في الجمع العام ديال الشركه. السي حبيب سيدينو إذا كان غادي يستقل من الشركة، راه الشركة عندها الأجهزة ديالها وعندها واحد الإطار أخر اللي خصها دار فيها الاستقالة. ما اليوم بالنسبة لنا بتينا في حدود استقالة أعضاء المكتب المديري فقط. دابا الاستقالة اللي عليها سيدي لها مجال آخر يتعلق بالشركة، والشركة راه عندها الجمع العام ديالها بوحدو وعندها وسائل القانونية، لأن هذه شركة المساهمة، وشركة المساهمة عندها سجل تجاري وعندها وثائق إدارية وقانونية اللي يمكن يسلكها أي رئيس مجلس الإداري من أجل الاستقالة. حنا اليوم ما معنينينش بهذه القضية، معنيين بالاستقالة ديال المكتب المديري اللي حدثت واحد الشغور في المهام داخل سميتو، واضطرينا باش نديرو وفق القانون، درنا لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال في حين انعقاد الجمع العام المقبل. باش تجي مثلا تعرف بالجانب العام اللي هو طلب عملي ولا على الاقل